لا زد ولا ميا، وغربتي صاحبتي بتحوم حواليا، وانت تقوليلي بحبك تحبي ايه فيا؟ وده حب ايه ده اللي من غير اي حرية؟ وفي اقصى صعيد مصر في أبنود، هنا ولد الأبنودي من الأم فاطمة جنديل والأب الشيخ الأبنودي. هنا نطق الشعر للمرة الأولى واختار العامية، وإلى هنا عاد بعد سنوات يبحث عن السيرة الهلالية اللي تربينا فيها منطقة نقاء لغوي، يعني على قدر كبير من الصفاء. عندنا الناس في الحياة اليومية يتكلموا بمفردات عربية وبتركيبات فصحى، لكن الميزة واللي على أساسه أنا اخترت الكتابة باللهجة العامية، أولا أنا اخترت اللهجة الصعيدية. ربما لو أنا اتولدت في وجه بحري أو في مكان آخر كان لازم حدرب نفسي على الكتابة بالفصحى، إنما اللهجة العامية في قنا، في محافظة قنا، مش غريبة على اللغة الأم. الفرق يعني إذا قلنا إن الفصحى هي اللغة الأم، فعامية الصعيد هي الفصحى الحياتية، ممكن نقول الفصحى الحية. وأنا أعتقد إن العرب دايما كانوا بيستعملوا اللغة دي اللي أنا بشتغل بيها دي. ليه؟ لأنه دي لغة حياة. زمان كنا ندرس بالنورج والناس تغني وتمول في، على لما تدرس كنا ندرس القمح بالنورج زمان، وكان الناس تغني، وفي الساقي لما كنا ندور الساقي المية برضو كانت الناس تحضي وتغني وتقول مواويل، وكان برضو ينقل من طبيعة الناس يعني. ياجي قنبر معانا والهرج معانا ويقعد على احنا نقعد على الحصير وهو يقعد على الارض، ويجيب لنا ويبعث لنا وياجي يجيب لنا السلامات ويحدثنا. كان يروح في الارض في الزراعه ويهبط في الطينه، وده نخله فلان ودي النخله دي حمراء والنخله دي صفراء، واحنا كنا قاعدين هنا تحت النخله وقابلنا فلان ومش عارف. يعني رغم انه هو بعد شويه لكن بفكره ووجدانه ومبدأه عايش في كل مكان. بنقول له ولدك يا ولادة وسوارة بين الحاجة، والعادة تذهب وتروح والواد يقعد سنادة. ولدك اللي ولديه عطيت ربك ولا شتيه، لقيته تحت النخلة بيقد نار وبيتدفى. من العار أن نستلهم الأدب اليوناني والأداب الأجنبية ونستوحيها في أعمالنا، وإحنا عندنا ثروة مدهشة، يعني إنجاز ضخم جدا لشعب لا يمكن فرد أو أفراد ممكن ينجزوا. ومن هذا المنطلق بدأت، وده أثر علي يعني على نتاجي الشعري بشكل كبير، لكن استمريت وقلت إنه الملاحم اللي ما زالت عايشة زي السيرة الهلالية ويعني متفرقات من الظاهر بيبرس وحسان اليماني، ده من حق الناس إنها تعرفه. فاللي حصل إن أنا خلال 12-14 سنة غصت وراه وجمعت ما قيمته 650 ساعة وفرغته وأرشفته وعملته وشرحته.
كان غايل يعني يخاف علينا من الهواء. يعني هو كان في حجرة وحده بس تلفونه معنا. ايه عاملين؟ كلتوا؟ شربتوا؟ نمتوا؟ في أي مرحلة من المراحل دي اللي قضيناها في الغربة وفي السفريات؟ حتى في مصر بيت السحيمي كان ينتصر بينا. ايه نمتوا زين؟ ايه يا حاج سيد؟ أقول له أيوه يا باشا. يقول لي حق الحمار راح يا نفيسه. أقول له البركة فيك. يعني كان راجل ايه مضحك ومفرح الله يرحمه. عرفت السيد ضوي؟ السيد ضوي رجل نقي ومالوش وشين ما يعرفش، ويزعل يبقى زي الطفل ويفرح يبقى زي الطفل، وفنان صحيح شاعر. واحنا برضو تعريفاتنا للشعر خد شعر العامية وشعر الفصحى، ما خطرش على بالنا الشعر الشعبي ده بصورة جيدة، يمكن إلا مع بداية أيضا جمع للسيرة الهلالية والكلام عنه، عن عم جابر وعن شوق الجناوي وفوزي جاد والناس دي. هنحكي حكاية الأمير رزق بن نايل فارس بني هلال وحاميها، ونعرض للناس مشكلتها ونعرف ايه اللي جرى يعني. وطبعا احنا معاك يا عم سيد. مع الايام قلبنا وعلنا وريحت الدن فاحت، ولا مجينا نطلب عدن، لقينا الايام ولت وراحت. شوف يعني شوف ان احنا عاملين شعرة وبتاع، شوف الراجل اللي هو ناس يعني مش لاقي تاكل، اللي بيقول لك الكلام ده ولا اتعلمه ولا راح مدارس ولا شافوا تلفزيون ولا كان في راديو ولا كده. ومن أقصى الصعيد إلى العاصمة حمل الدرويش بلاده البعيدة، وجاء إلى القاهرة ليدهشها ويدهشنا بأشعاره وغناويه، ليحمل صوت رشدي وحليم وشدية ونجاة أجمل كلماته. بتغرب الليالي يا ابويا مش زي تاني، في حالي عيب مش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني، وانا كان مالي عين. انا كل ما امشيها بلاد يا حبيبي يا صنعاني، من غير ولا ميه ولا زاد يا حبيبي يا صنعاني. رجلي في الميه الا ومعايا عدوية. الوالد كان وقتها لسه عامل حادثه وكان متجبس ورائد وكان نفسيته تعبانه، قال لك خلاص بقى ان انا عندي قطع في حاجبي ورجليا فيها عمليه وان انا مش هغني تاني. كان في بيته استاذ ابنودي، جه وقتها قابل الاستاذ شجاعي في الاذاعه وقال له انا عايز اشوف محمد رشدي. فقال له طب محمد رشدي ده عامل حادثه وعايز منه ايه؟ قال له يا فندم ده عامل حادثه في رجليه،
لكن هو مش عامل حادثه في صوته. قال له طب انت عايز منه ايه ده؟ قال له يا فندم الراجل ده اللي غنى ادم الشرقاوي ده، انا لو انا عندي احساس ان الراجل ده لو انا اديته الجرنان هيغنيه، اديني عنوانه وانا اقدره. عم عبد الرحمن وقتها راح لابويا جاردن سيتي واخده من البيت وقال لك عشان افكه من بعضه كده ونعرف نتكلم، خدته وقعدنا نتمشى من جاردن سيتي لغايه ما نزلنا في اسطرة في شارع التحرير في ميدان التحرير. والحقيقه ابويا وقتها قال لك من كلام شعبي بقى يا شبشب الهنا ويا ريتني كنت انا، الى واحد لقيت نفسي بسمع كلام مكتوب فيه واحد بيقول الليل بينعس على البيوت وعلى الغيطان والبدر يهمس للسنابل والعيدان يا عيونك النايمين ومش سائلين. قال لك انا ما بقتش فاهم ايه يهمس دي والعيون وايه الكلام الجديد اللي بيتقال ده. فقال لك انا فكيته من نفسه وانا بقرا له، وكانت بدايه مع بعض. الليل بينعس على البيوت وعلى الغيطان والبدر للسنابل والعيدان يا عيونك النايمين مستقلين وعيون ولاد كل البلد صاحين. وهو ابويا وقتها يقول لك انا او كان دايما يقول لك ان رزقي في اللي ربنا بيبعته لي، ودي كانت رزقي. الناس ابتدت تعرف ان او انا ابتديت اعرف عن نفسي ان انا مطرب شعبي لما قلت عدوي، لما قلت وهيبه ابتدت الناس تميزني كمطرب، ودي كانت البدايه. فعلا هو استاذ منودي جه وجاب له رزق وجاب له اسمه بوهيبه. بعدها على طول كانت العلاقه بينهم على طول دي لضمت في دي، كانت عدويه طبعا، وعدوية هي اللي كانت السبب في ان الثلاثي اللي كمل مع بعض عمره حتى في الوفاة كل واحد فيهم توفى على ايد التاني لغاية ما فضل عمي في الاخر. لان وقتها اول ما جت عدوية وتعرفوا على رحمة الله عليه الاستاذ بليغ، قال لك ابويا عدوية لففتني العالم، عبد الرحمن وبليغ هم اللي خلوا العالم كله عرفني عن طريق الاغنية عن طريق عدوية. مراكب وعود حلو المراكب والله يا ناس مراكب ولا حاطت رجلي في الميه الا ومعايا عدوية. انا كان بروح عند عم عبد العظيم زي ما قلت لك، وبنية دخلت علينا بضفاير كده وسمرة ووجه ريفي وقدمت لنا الشاي، فأنا بصيت لها كده افتكرت أبنود، قلت لها اسمك ايه؟ قالت لي عدوية زي ما بتسمعها في الغنوة. يا سلام. قلت لها طيب أنا حامل غنوة يا عدوية. عجبني الاسم ورحت كاتب الغنوة صياد، رحت اصطاد صادوني وبتاع وعدوية، اديت العم عبد العظيم بحقها طبعا. ست عنده ما يعني عيب، طلعت عنده يعني عيب يعني. ف اسبوع اسبوعين كده راح نادي علي عبد الرحمن تعال عاوزك، رحت له بليغ سمع الكلام الجن قال لي ايه يعني بوهيبه واديتها له وكمان اديله عدوية. يا بليغ اتكتبت عن البنية اللي عنده في البيت يا بليغ عيب. ما صعب يعني يبقى ازاي صح. قال لا انت برضو انت قاعدين احنا نقول حاجة زي ده وانت سايب التقيل بقى تديه لعمك عبد العظيم. فرحت لعم عبد العظيم قال لي خد غنوتك يا عم. والله ليه يا استاذ عبد العظيم؟ قال لي كل ما اجي اشتغل على عدوية باللي ضحكتها نهار وشمس واسرار الاقي البت قاعده قدامي بتسيق البلاط وبتعمل يعني مستحيل حلحنها وخلاص يعني عدوية الحقيقية افسدت مفيش خيال حصل. ورحت البليغ قلت له يا اخويا ضحكت لك من وسع. قال لي ايه؟ قلت له ادي عدوية. يا سلام. ايه اللي حكيت له الحكاية بقى؟ بليغ لما يضحك
يعض في الكراسي، يعض في السجاجيد، يتكور قد ما هو متكور. انه وجدي الحكيم كان صديق شخصي لعبد الحليم، وكان هو مسؤول الموسيقى والغناء في صوت العرب. لاحظ ان نسبة اللي بيطلبوا اغاني عبد الحليم بتقل، ونسبة اغاني محمد رشدي بتزيد. ومجدي العمروسي اشتكى من ان نسبة التوزيع للاسطوانات بتقل، ونسبة رشدي بتزيد. هنا انتبه عبد الحليم ايه الحكاية. هو له سابق تجربة مع بليغ حمدي، تخنوه وعمره وخانكم، والغنوة ما عملتش يعني ما حققتش يعني درجة. غنوة مقبولة في مسيرة عبد الحليم، لكن مش هي الغنوة اللي ايه يعني، ملاش هذا النجاح مثلا بتاع في يوم في شهر في سنة. بص للمنافسين، المنافسين مين اللي طالع؟ محمد رشدي. أركان محمد رشدي اللي طلع عليها إيه؟ غنوة شعبية درامية جديدة مش موجودة لا عند أم كلثوم ولا عند عبد الوهاب ولا عند فريد الأطرش ولا عند حد، زائد إن لها طبع شعبي. كانت ساعتها تحت الشجرة وهيبة مكسرة الدنيا، وكانت ساعتها عدوية خلاص. لما تبص تحت الشجر ولو تبص العدوية تلاقيها أغنية درامية بتحكي حدوتها فابتدى يركز على عبد الرحمن. هو يعلم ان انا صديق عبد الرحمن، وانا اعرف عبد الحليم. قال لي يا اخي عبد الرحمن ابنود ده بيكتب شعر كويس قوي. قلت له اه ده شعر عظيم يعني. فبصيت لقيت بعت اتنين راحوا جابوا يعني عبد الرحمن من استوديو تسجيل كان بيسجل مع محمد رشدي. لما عبد الرحمن عنده ميول يساري، فظن الوهله الاولى انه ايه دي مباحث امن الدوله جايه تقبض عليه، مباحث امن جايه تقبض عليه، مشي معاهم. نزل هتروح فين هتروح فين، نزل في بيت عبد الحليم يعني، قعد يتكلم معاه واول اخره قال له انا عايزك تعمل يعني عايز يا ريت تتعاون معايا. ابتدت يعني جابوا يعني واتصلوا ببليغ وعملوا ايه الغنوة انا كل ما اقول التوبة ترمين المجادير. وعبد الرحمن زعل من الغنوة لان توزيعها شديد المعاصرة. القلب الاخضراني يا ابويا دبلي فيه الاغاني عيش، القلب الاخضراني يا ابويا دبلي الأغاني عيب، وأنا قادر طول غيبتك يا أبويا يشرب من بحر تاني عيب، وأنا قادر طول غيبتك يا أبويا يشرب من بحر تاني عيب، وأنا كل ما تجربة الغنى الوطني هو لها أول بداية لها يا بلدنا لا تنامي واختار الصف الأمامي، غنوة كانت معمولة بمناسبة انتخابات الاتحاد الاشتراكي. عبد الرحمن يعني بينه يحب عبد الناصر ويكره اللي حواليه، وهو مؤمن باللي كتبه صلاح عيسى اللي هو محنة الانزلاق الطبقي، شايف ان اللي حوالين عبد الناصر بيقودوا لقتل احلامه. عبد الحليم مستفيد من الدايرة المحيطة لجمال عبد الناصر فعمل الغنوة دي، لكن لما عرض عليه انه يكتب غنوة ل 23 يوليو قال له لا، قال له 23 يوليو ده بتاعت كمال الطويل وبتاعت صلاح جاهين، وانا بخش على حد، دي بتاعت الاثنين دول. يبقى بقى بعد ما تم اعتقاله في 66
لما تم اعتقال عبد الحليم عبد الرحمن، عبد الرحمن كان عضو في تنظيم اتكون يعني ازاي الشيوعيين يحلوا نفسهم، فراحوا عاملين ايه؟ راحوا عاملين تنظيم. اما عملوا التنظيم ده الظريف ان اللي بلغ عنهم قائد التنظيم اللي بلغ عنهم واحد واحد قائد التنظيم. عايز اقول لك ودخل السجن عبد الرحمن وهو في بارادوكس، هو مش يعني هو يرى انه كتابة الشعر وكتابة الاغنوة اكثر فاعلية من العمل السياسي المنظم يعني. وخرج من السجن بناء على انه ايه، انه احمد سعيد في موهبة خارقة اسمها عبد الرحمن الابنودي، ودي إيه مش موجودة. الامر سنة 62 كانت الحملة على اليسار ما بين الرئيس الرحرة جمال عبد الناصر وما بين اليساريين في مصر وفي العالم العربي حملة متصاعدة جدا في ذلك الوقت، وكان في معتقلات في الواحات الخارجة وفي عدد من السجون فيها المعتقلين اليساريين موجودين كلهم فيها، وكان في حملة إعلامية عنيفة جدا، وكان في جو بوليسي شديد محيط بكل من ينتمي إلى اليسار. ولكن أنا أعتقد أن الأبنودي ربما زي عدد كبير ممن كانوا منتمين لهذا التنظيم ما كانش محتاج لمجهود عشان حد يعني يضمه لتنظيم يسار، كان جاي متشوق أنه هو يلاقي مكان يستطيع أن يعبر فيه، أو تنظيم يستطيع أن يعبر فيه عمن يعتبر أنه هم أهل، وعن الناس اللي هو عايش بينهم، عن الفقراء، عن المطحونين إلى آخره. تقرر ان هم يضربوا، توجه الينا ضرب، وكان السبب الرئيسي في الضربه الحقيقه انا، يعني كتبت سلسله مقالات دي، فيعني اثارت نوع من الدوشه وادت الى انه هاتوا الراجل ده وكل الناس اللي يعرفوه، كل الناس اللي كانوا معاه في التنظيم ده، ورحنا ملمومين كلنا في 6 اكتوبر في 4 اكتوبر سنه 1966. عمرنا ما كرهنا عبد الناصر، عمرنا ما كرهناه، لا واحنا في سجون ولا احنا بنتعذب مع رجالته ولا احنا اي حاجه، ولا حتى مع جيس، وما انا جيس واحد كان من الضباط وكان بيضربني ويعذبني والحاجات اللي زي بتاع دي. وبعدين بقول له الله افرض انت بعد ما ضربتني كده وبعدين طلعت انا بريء هتعمل ايه؟ قال لي بقول لك اسمع ايه؟ اسمع حاجه، لو عبد الناصر كان فشل ليله 23 يوليو كنت هجيبه هنا واحبسه واعمل فيه اللي بعمله فيه. فاما تبقى تطلع بقى وتبقى تاخد السلطه بقى يبقى هنعاملك بطريقه مختلفه. يعيش جمال عبد الناصر، يعيش بصوته واحلامه في قلوب شعوب عبد الناصر. مش ناصري ولا كنت في يوم، بالذات في زمنه وفي حينه، لكن العفن وفساد الأم نساني حتى زنازينه في سجون جمال عبد الناصر. هو الأبنودي في السجن زي الأبنودي في الحرية، زي الأبنودي في شخصية مرحة ضاحكة بتضحك طوال الوقت، يعني بتثير البهجة في النفوس والثقة. وكان طبعا هو يعني بشكل عام كان أكثرنا مع يعني كان سنة 66 يعني كان لمع اسمه، كان لامعا جدا آنذاك بسبب الأغاني اللي كان بيقدمها، وبالتالي كان يعني معروف لجمهور معظم المساجين اللي موجودين معانا، معروف لضباط السجن، معروف للحاجات اللي زي، وبالتالي كان يعني بشكل عام كان يعني سجينا يعني مؤنسا يعني لغيره من المساجين. كتب الأبنودي لوهيبة وعدوية والبت جمالات، لكن أغاني العشق لم تشغله عن الوطن، وحين دقت ساعة المعركة حشد الناس على صوت حليم ولم يكن يدري انها الهزيمه. كله بيرمح، كلم يا استاذ عبد الرحمن، كلم يا عبد الحليم حافظ على التليفون يا ابني، بس قطعت شهوتنا بنسجل كلام جميل. ابنود فيها تليفون يعني لازم تروح الوحده المجمعه
تمشي. مشيت رحت لغايه هناك لقيتهم لسه على التليفون، استاذ احمد سعيد كان مدير صوت العرب والمشهور طبعا ببيانات الحرب دي اللي انجات الانتكاسه، استاذ وجد الحكيم كان مذيع هام في صوت العرب، وعبد الحليم حافظ. استاذ احمد سعيد كلمني خد بعضك عبد الرحمن وتعالى احنا هنخش الحرب، ما قدرتش اتكلم معاه. كلمني وجدي قال لي عبد الرحمن طيب يا وجدي حاجه، كلمني عبد الحليم. عبد الحليم كان فاهمني وعارفني وعارف ان دول ما يجيبونيش. هي عبد الرحمن قاعد عندك تعمل ايه؟ قلت له انا مش قلت، قال لي البلد هتدخل حرب. قلت له صدقني البلد عمرها ما هي داخله حرب، دي مش شكل بلد هتدخل حرب. قال لي يا عبد الرحمن بطل بقى تعالى بقى. وراح خطب منه سماه احمد سعيد وقال لي وانت جاي اكتب الاغاني بتاع الحرب، مصر هتحارب. رحت مع كمال الطويل في بيته، كان عنده عربيه بيضة طويله قوي. قال لي هتقول ايه؟ قلت له كاتب اهو احلف بسماها وبترابها، احلف بضروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش في قدام. طيب يا سيدي خلصنا، فين التاني؟ قلت له يا بركان الغضب يا موحد العرب، فور على الرمال فور على السهول، انزل عليهم من الجبال من الخنادق بالغضب ومن البنادق بالغضب، اغلي وفور ورينا كيف الموت يدور يا بركان الغضب. دي ايضا من تحف كمال الطويل. يا بركان الغضب يا موحد. خلصنا يا سيدي. عبد الحليم جاي الساعة 6 مساء، خلصني. قلت له ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار. دي الأغنية اللي ذاب فيها، يمكن دي الأغنية اللي خدت وقت أكثر من أي وقت، إن كل ما تطلع حلوة يعملها حلوة أكثر. ويا استعمار بترول مفيش بتاع مفيش، وراية العرب ثابتة في قلب الريح، مشحونة بالغضب وفي الجنود تصيح، اسقوني من دمائهم للسما سماهم ولا الهوى هواهم، املوا لي صدري بنسمة انتصار. ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار. قد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. عبد الناصر بيخطب، الراجل اللي كنا بنشتمه من دقيقتين وإحنا دموعنا، لان لغايه ما طلع واحنا برضه فينا الامل ان مصر ما تهزمتش، الناس كانت رافضه انها تصدق بعد الشحن الكبير ده بتاع انواع الاسلحه والقاهر والظافر وكل عامله. بعدين نيجي في ثانيه كده، يعني ايه عبد الحليم قال عبد الرحمن هنعمل ايه؟ عبد الرحمن انا ما الهمتش اجابه. قال لي احمد رجب يا احمد، قال لا لازم ننزل نمنعه طبعا. يعني استقيل في حاجه اسمها انك انت تستقيل؟ ده كده معناه انك بهزيمه تانيه بقى. ننزل نروح نمنعه. نزلنا وخدنا السواق بتاع عبد الحليم اسمه عبد الفتاح، كان راجل جدع وابن بلد ومقاتل من اجل عبد الحليم، ونزلنا الشوارع فاضيه. عدينا نفق العباسيه كأن الناس دي نزلت مع المطر، جماهير
لقينا نفسي مش عارف يسوق عبد الفتاح واحنا هنقتل وشايفين عبد الحليم ولا سالوا في عبد الحليم، عبد الحليم مين وبتاع مين؟ بعدين لقينا ابتدوا يطلعوا على العربيه الوفات رايحين بنفس الدافع اللي طلعنا رايحين يمنعوا جمال عبد الناصر من الاستقاله. يوم التنحي كان هو موجود، عبد الحليم وكمال الطويل وعبد الرحمن الابنودي في عربيه كمال الطويل اللي راحت رايحه البيت عبد الناصر، والعربيه يومها اتكسرت، العربيه الناس هجمت عليها كسرتها. فعبد الرحمن قال كويس ان احنا سجلنا عدى النهار، لما شاف المظاهرات كانه كان قاري لحركه الناس اللي هتطلع عشان تقول لعبد الناصر لا، وكان الشعب المصري يعني هو قارئ شديد الفهم لحقيقه الضمير المصري، وعبد الحليم شديد الفهم لدوره اللي محدده عبد الرحمن ان انت اعظم جرنان في العالم العربي. عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى ورا ظهر الشجره، وعشان ندوه الدكه شالت من ليالينا القمر، وبلدنا عالترعاب تغفل شعرها. كان نهار ما قدرش يدفع مهرها، وبلدنا عالترعاب تغفل شعرها. كان نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، أبو الغناوي المجروحين، أبو الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها الصلاة أبو شمس بترش الحنين. لم يدخل عبد الرحمن الأبنودي حياة مطرب إلا وغيرها. لما دخل عبد الرحمن الأبنودي حياة شادية بغنوة آه يا سمران اللون، دي تكاد تكون غنوة مفصلية في حياة المطربة شادية. قبلها دلعها بطريقة وخفتها بطريقة، دلوقتي اكتسبت عمق الشجن، يعني كمية الشجن حتى طريقة أدائها اتغيرت بالغنوة دي. آه يا سمران اللون حبيبي، يا سمران، آه يا سمران اللون حبيبي، يا سمران، آه تحت الرمش عذاب وحنين وعذاب وعيون مدنا، آه دقت معاك طعم الأيام والوقت تغيب يا سلام. يا عيني يا عيني يا عيني عالملا، يا عيني يا عيني يا عيني عالملا، يا عيني يا عيني يا عيني عالملا، يا عيني يا عيني يا عيني عالملا. الواد ابو قلبي لين صبح غير الملا، ضاع منه قلب الابيض وسط صريخ البلد. يا عيني يا عيني يا عيني على الولد، يا عيني يا عيني يا عيني على الولد. الحلم اللي حلمته في الصبح بيتفرد، يصبح ذنب البلد، يصبح هم البلد، والضحك اللي
25 يناير لما يبقى يوم 4 فبراير يكتب روح يا دولة العواجيز، يعني القصيدة الغير عادية، لما كان لسه مبارك ما مشيش قبلها بسبعة أيام لم يستطع أحد إنه يروض عبد الرحمن ويربيه في الجنينة الخلفية للبيت. لا هو رسيل أيادي مصرية سمرة ليها في التمييز، ممدودة وسط الزئير تكسر البراويز، سطوع لصوت الجموع تشوف مصر تحت الشمس، آن الأوان ترحلي يا دولة العواجيز. Thank you.